وفي حوار خاص للتلفزيون المصري أيضا أكدت عضو كيان مصر فاطمة حسن على ضرورة تخصيص جزء من أموال القُصّر للطوارئ. جاء ذلك على هامش جلسات لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني. عشان كده احنا طالبنا من ضمن المقترحات ان يتم في تعديل على القانون، ما يتمش الغائه لكن يتم التعديل عليه بحيث ان تكون الوصايه الى الام مباشره وتكون وصايه مقيده وليست وصايه مطلقه، بحيث ان يكون عليها ضوابط واليات محدده. طالبنا برضو بتشكيل لجنه نفسيه تتكون من خبراء نفسيين علشان تتحدث مع الجد ومع الام ويتقبلوا فكره ان تكون الام هي الام الوصيه.